بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع الخير بقلم محمد فواز. لم يكن عبد الكريم طفلا عاديا، كان في العاشرة من عمره في صف الخامس الابتدائية. كان التلامذة والأساتذة ينادوه بعبودي أو عبد. اسمي عبد الكريم، كان عبد الكريم يقول أرجو مناداتي بعبد الكريم. ولما تحب هذا الاسم القديم؟ كان الأهالي والأساتذة والتلامذة يقولون عبد الله، عبد الكريم، عبد أكرم الكريمين، هذا هو اسمي، أنا أحب هذا الاسم، كان يقول. أنت فيلسوف، كان الجميع يقولون له. نعم أنا فيلسوف، كذلك كان والدي وكذلك اليوم أنا. كان عبد الكريم قد فقد والده جعفر في حرب 1996 في جنوب لبنان على يد العدو الإسرائيلي الغاشم. ولم يكن والد عبد الكريم مجرد أب بالنسبة لعبد الكريم، بل كان الأخ والصديق والأستاذ. منذ كان في الثانية من عمره كان جعفر يعلم عبد الكريم آيات القرآن الحكيم، فلم يكن يلزمه أو يقول له أحفظ هذه الآيات، بل كان يشرحها له، وكان عبد الكريم يحب أن يحفظ هذه الآيات. وهكذا ألم عبد الكريم بعلم الإسلام مذ كان طفلا، فلم يكن يحفظ القليل من الآيات فحسب، بل كان يفهمها. أنت لست في العاشرة، كان أهالي القرية يقولون. فكان عبد الكريم يبتسم، فكان أبو يوسف يتابع ويقول أنت في 25 ولكنك بجسد طفل صغير. كان عبد الكريم يبتسم، فهذا صحيح، لم يكن عبد الكريم طفلا عاديا، لم يكن يهتم فقط باللعب هنا وهناك. أود أن أصبح مزارعا، كان يقول وهو في 5 الابتدائية. مزارعا؟ ما هذا العمل السخيف؟ كان الناس يقولون وهل يمكنكم الأكل إن لم يكن من مزارعين؟ فكان الناس يضحكون ها ها ها، وكان عبد الكريم يبتسم، نعم أنا أود أن أصبح المزارع الأفضل في العالم. كان عبد الكريم حديقة صغيرة خلف المنزل، وكان يتطور، وفي سن 12 كان قد بنى حديقة كبيرة على سطح المنزل. كان يزرع الخضروات ثم يأخذها إلى أبا يوسف ويقول له هل يمكنك أن تبيع هذه الخضروات لي في دكانك؟ كان أبا يوسف يبتسم ويقول بالطبع يا بني. وهكذا كان عبد الكريم كلما حصل على القليل من المال وضعه في حصالة صغيرة. أود أن أشتري أكبر مزرعة في لبنان، كان عبد الكريم يقول، بل وربما في العالم، أنا أريد أن أكون مزارع المزارع الأفضل. لم يكن عبد الكريم يكتفي بالزراعة في بيته وفي حديقته، بل كان يزرع أشجار صغيرة وحين تنمو يأخذها إلى شوارع القرية فيزرعها على جانب الطرقات. ولما تزرع هذه الأشجار؟ كان الناس يقولون، وكان عبد الكريم يبتسم، الشجر مفيدة جدا، فهي تنقي البيئة وهي تساعد في إمساك التربة والكثير من هذه الفوائد. وهكذا لم يكن عبد الكريم يكتفي بزراعة الأشجار، بل كان يقلمها ويسقيها كل أسبوع. حيثما أضاعت عبد الكريم وجدته في مكان من 3، في الحديقة يسقي الأشجار على جانب الطرقات أو في المشي. كان يستمع للعجائز، عجائز القرية هنا وهناك. الدين معاملة، كان عبد الكريم يقول من غير الكافي أن أذهب إلى المسجد فأصلي ثم أذهب لمعصية الله عز وجل، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وهكذا كان عبد الكريم الطفل الرجل، فكان لطيفا مع الجميع. كثير من الأطفال كانوا يغارون منه، وحين يشتمه أحدهم كان عبد الكريم يبتسم، وحين يسأله الناس لما لا ترد عليه فكان يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أني أشفق على هؤلاء الناس، كان عبد الكريم يقول. ولماذا؟ كان أبا يوسف يسأل، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كان عبد الكريم يقول ثم يبتسم ويتابع طريقه. لم يكن يرد سائلا، كان محافظا، لم يكن يصرف الكثير من المال، ولكن إن رأى شخصا محتاجا لم يكن يرده أبدا.
حينما كان عبد الكريم في الخامس عشر من عمره، كان جارهم أبا إبراهيم قد وضع الحقل المجاور لبيتهم للبيع، فهب عبد الكريم راكضا لوالده: أمه، لقد سمعت أن أبا إبراهيم قد عرض أرضه المجاورة لمنزلنا للبيع، فهل استعلمت لي عن ثمنها؟ ابتسمت وعد. كانت أم عبد الكريم تعلم حق المعرفة أن عبد الكريم كان يدخر الأموال منذ سنوات من أجل يوم كهذا اليوم، فقصدت من فورها أبا إبراهيم. ابتسم أبا إبراهيم حين سمع سؤال أم عبد الكريم: ولما تسألين؟ أود شراء هذه الأرض. بالطبع تودين هذه الأرض من أجل عبد الكريم مزارع الحاضر والمستقبل، أليس كذلك؟ ابتسمت أم عبد الكريم. كان جميع أهل القرية يعرفون بشغف ومحبة عبد الكريم للزراعة. قال أبا إبراهيم: سأقبل ب20,000 من الدولارات. ابتسمت أم عبد الكريم: أنا لا أملك هذا المبلغ. حسنا، وكم تملكين؟ أملك 4,500 دولار فقط. حسنا، قال أبا إبراهيم، سوف أقبل ب4,500 دولار دفعة أولى، وتقسطين لي 15,500 دولار في خلال عامين. ابتسمت أم عبد الكريم. قالت: بل ستخفض السعر لي من أجل أن يكون 17,000، وبالتالي سأقسط لك 12,500 دولار في خلال عامين. ابتسم أبا إبراهيم: يا أم عبد الكريم، أنت تعلمين أني بحاجة لهذا المال، وأنت تعلمين أن الأرض هذه تساوي الكثير. أنا لا أستطيع، ولكن سوف أقبل ب19,000، 4,500 منها مقدما. فابتسمت أم عبد الكريم موافق، وذهبت لعبد الكريم تزف له اللبن، فجمع كل ما في حصلته وكان 4,300 دولار، فأضافت إليها 200 دولار من جيبها وقالت: ها هو المال. وأصبحت الأرض لعبد الكريم. سدد عبد الكريم قسط الأرض كاملا في خلال عامين. وحينما كان في 19 كان يذهب إلى جامعة بنت جبيل ليتخصص في هندسة الزراعة. لم يكن أبدا ليترك أرضه للذهاب إلى بيروت أو لغيرها من أجل العلم. نعم، العلم مفيد، كان يقول، ولهذا أنا أتعلم الزراعة، أريد أن أصبح أكبر وأهم مزارع في لبنان، لا بل في العالم. تمت بحمد الله.